بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، جرونا الموضوع اليوم نيد وسمجوا صحابيا جليل وهو هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هزبيا نكون غاليا عن أوفى صديق وأكرم رفيق وانغالي أملكا وكويلي منزاني وكويلي متكوفو كناو بارا مفانو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. نواهي أبو بكر الصديقينو وهي رنغولو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التميمي، يعني من بني تميم رضي الله تعالى عنه. كان تاجرا ناجحا أكمل تاجيري أكا رئيس يوي تاجرياه، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب. نويا كان من قناة وعندك وقجوة سنسابة زهي والعب محببا في قومه أكوبنزش يوي قومه يتحلى بالخلق الحسن أكان أخلاق جيمة والعنشة الطيبة نما يدلي ميمة. عائشة رضي الله تعالى عنها رنغوها حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، يعني أبو بكر صديقي أحرمش يخمر ينفينيو قبل الإسلام نايا أجهرمش ينفينيو، يعني قبل متوه جاء نايا أجهرمش ينفينيو كاكوينوها. وهو أول من أسلم من الرجال نايلم روهاندا سليم وهوي ونروامي، ثم صار داعيا كيش بعد وفن يدعي أهو سلامه فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، يعني وانروين كي أهوي ما صحابة لبوفو واسلموا بالزاهر. من قولي وانروا عثمان بن عفان والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله أجمعين رضي الله عزيزي من أسندلي وانروانوا بيا واسلموا بالزاهر. وبين زي بابا وبعض مكافيري ومتي شكا بزمتم صلى الله عليه وسلم هنا أخبر برحلة الإسراء يكتمتم جرنغوا يخبر هي الإسراء والمراج. فقال صديق أبو بكر صديق وإني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ومن قبالي زغزلهم بالي رهنيزو أصدقه في خبر السماء نمكبالي زي خبر زلاو بيغني في غدوة وأروحة، يعني زكا زلاو متاني موكو وهو خير الصحابة على الإطلاق ندي مصحابة كوبرا رنبك بيه. قال ابن عمر رضي الله تعالى هما كنا نخير لكلهم خياري ليته أي نفضل كون برا بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربورا وإذا زمن صلى الله عليه وسلم. إذن فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، يعني وكون هيكلتي أبو بكر دي برا وبعد عمر وبعد عثمان. وبروا ينجنا كن رواية له كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغارك بيزا ما زمتم صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا كركنا فانوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة أكموجة النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة ونصره بنفسه وماله، يعني نصره النبي صلى الله عليه وسلم وحين نفسي هنا ازمالي زاهي. اذا هزوبيا فمدحه ربه ميس وتعالى او ليس كايم متكفو بقوله هزوبيا الا ان تنصروا الا تنصروا فقد نصره الله، يعني حكم منصر بس ميزي ومنصر ومترمينو. اذا هزوبيا هاوني ساكنيني هاوني ساكنينم رمتكوفو فقد نصره الله ميزم سبحانه وتعالى أنصر رمتمواه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني وكتكاو مكفير رمتم تبسى سلموجي وإن أبو بكر صديق ولوا وناوي غار حراء إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، لوقتي متوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسكنها مسكنة حزني ميزم جب مجناسي. إذن
أتوازي مالي زاهي كله في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ولشين ديني أهلي هو؟ قال أبقيته لهم الله رسوله ولشين ميزي ومتومي. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرنج الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقام المرتدين وثبت الله به المؤمنين. إذا هزبيا إما مرتدين ولا وطلوا أولوا من سبعة ثلاث بتيشة إما مؤمنين وقاتل ما نزكى أكتوى زيتوا ونكوى زيا إزكى كازيتوا وقال والله لو منعوني عن أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاكو جزيا نانوغو إكاوم بازينو غاميا كوزيتوا سوميزي سواتالا بزام تومه وزيهارا وزيتوا لقاتلتهم على من هرجووا حسب يزيني إكاوم بازيا نسو توفي صديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء أفوس وكوف منه في جماد الآخرة سنة 13 وجماد الأخرى وكم نرارو هواي هجرة وهو ابن 63 سنة ناكر معها 36 ابن 63 كما 60 مرارو إذا كان يو أذيها موجود متمي صلى الله عليه وسلم بفون متمي صلى الله عليه وسلم يزوبيا في هجرته فرضي الله عنه أرضاه زراد زميزي مزمدلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.